السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دلال عبر اليوتيوب قناة تيكومينيك تي في. ترحب جميع التلاميذ وكذلك محبين هذه القناة. إذا تتم مادة صحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2020، خاصة بالنسبة للتلاميذ وكثير المترشحين الأحرار ذو المسالك في الشعب العلمية والتقنية. إليكم الجزء الثاني الخاص باللينجويج والحصول على 5 نقاط إضافية. إذن هناك أسئلة متنوعة، هيا إذن بالنسبة للتمرين رقم 1، فال انديكيبس ويت ذا بروبريت وورد فروم ذا ليست. إذن هناك 3 اختيارات يجب الاختيار الصحيح. بالنسبة للاختيار الأول هو because of لأنه تدل على السبب. بالنسبة للاختيار الثاني هو لأنه تدل على السبجكت أو تدل على الفاعل. أشرف حكيمي who was selected patient. إذن يجب علينا الاختيار الكلمة المناسبة أو الاختيار الصحيح. هو تدل على الفاعل و because of تدل على السبب. ننتقل إلى التمرين الثاني. Give the correct form of the words in brackets. تلاحظون أيها التلاميذ الأعزاء وكذلك المترشحين الأعزاء المقبلين على الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا 2021، أن هناك كلمة بين قوسين تدل على الفعل satisfy and apply، ولكن هنا يجب علينا استبدال الفعل بالاسم. satisfy satisfaction apply application. إذا انتبهوا جيدا. إذا حسب المطلوب write the sentence as indicated. إذا هذا سؤال جد متداول في الامتحانات الوطنية. إذا انتبهوا جيدا. our teacher asked us to join the WhatsApp group. He wants to share lessons. Then our teacher asked us to join the WhatsApp group. إحنا عندنا اختيار سواء who he can. هادو تسمى the models. هادو تسمى the model. Could, can. هادو تسمى the models. He could, he can, share, listen. انتقلوا إلى السؤال الثاني. The secretary ran the documents on the shelves. And the documents are the passive voice. انتقال من active voice إلى passive voice. لاحظوا جيدا. إذا لدينا هنا الverb في past simple، خاص بالوقت نستعمله في passive voice. Where ran by the secretary. The documents were earned by the secretary. I will talk to the boss about problems and said that it's my report speech. تبقى معي الكلمة اللي تستعملوا promise. إذا عندما يكون عندنا الكلمة promise يجب علينا القيام بالانفينيتيف. To talk to. I will talk to the boss about problems and said and promise to talk to the boss about problem and promise to talk to boss to the boss about the problem. إذن عندنا كلمة promise. تبقى ما عندنا كلمة promise يجب علينا القيام بالانفينيتيف فورم ديال الفيرب. إذن حضرنا هذه الكلمة هذه بالخصوص عليكم في الامتحان الوطني، وكذلك يجب عليكم أن تنتبهوا حدهم مزيان. هاد الباسيف سيمبل باس تتحول على شكل باس باس سيمبل، ولكن في باسيف فويس. وير ارانج تبعوا جيدا داخلكم. Then put the verb in bracket in the correct tense. إذا هذا خاص بلا كونجيكيشن بالتصريف. Then Kim and Lee play table tennis the whole morning. تبولات الكلمة المفتاح the whole morning صافي طول اليوم. إذا نستعملو هنا بيان سيغ ما يسمى
past continuous. إذا الأصل ديالو هو present continuous ولكن تحولت في الماضي إلى past continuous. We're playing. هنا عندنا باتريسيا work as a policeman before. Before she resigned last year. إذا عندنا هنا past simple خاص ولينا نستعملو past perfect. هناك كلمات تدل على ذلك و before. كلمة المفتاح و before. فهمتوا؟ يجب عليكم صريف الفعل بشكل جيد في لو طون كونفونابل. إذن علاش صرفنا هنا في airplane في pass continuous؟ لأن يعني عندنا كلمة the whole morning. The whole morning معنى طول اليوم toute la journée. هنا علاش صرفنا في pass perfect؟ لأن عندنا past simple وكان عندنا كلمة before كذلك. ينتبهوا جيدا أيها التلاميذ الأعزاء وكذلك المترشحين الأحرار في الاختيار التصريف المناسب. Fill in the blank with the appropriate word from the list. إذن نفس المسألة بالنسبة للسؤال الأول. إذن نفس المسألة بالنسبة للتمرين على fill in the blanks with the appropriate words from the list. تلاحظوا معنا sit out, take up, أبراهو كعب هذا اسمه the phrasal verb. إذن يجب اختيار phrasal verb المهم منها bring about وليس set out ولا take up. Andrew think that the project will bring about positive results. Amen. Apportera beaucoup de réussite. Bring about. In the department was a case child labor after long debates. In child labor, ça veut dire travail des enfants. Or is it job? Job, c'est pas un, c'est pas un chose. C'est le care, mais le prime. Ama labor, child labor, mais le travail des enfants. Avant child labor, mais le travail des enfants. Mais le travail des enfants. Ama job. بصفة عامة العمل بصفة عامة. أما تشيل لابور هذا المصطلح هذا تشيل لابور سوف يتخبئ دي زنفو هذا محرم من طرف القانون الدولي وكذلك حماية الطفولة. ننتقل إلى التمرين الموالي choose the right response. هذا خاص بالنسبة للفانكشنز أو التواصل. هناك ثلاث تعابير يجب علينا اختيار التعبير المناسب. I think dolphins are good and smart animals. ليندا ماذا سوف تقول؟ I can't help it. I really read that. That's right. من الأفضل تقول that's right في هذه الحالة. I think dolphins are cute and smart animals. That's right. Sophie and survives a chance. Sophie, I'm sorry. I've got a complaint about your service. The internet connection is very slow. Civil service agents. Sophie, that's a good suggestion. Okay. We will certainly fix that soon. Thank you. من أحسن يقول okay. We will certainly fix that soon. لأن هناك شكاية من طرف صوفي. I'm sorry. قالت صوفي. I'm sorry. I've got a complaint about your service. The internet. Connections is very slow. Okay, we will certainly fix that soon. هذا هما الأجوبة الصحيحة ديال language تقريبا والحصول على 5 نقاط. إذا نشكركم على حسن انتباهكم وإلى اللقاء إن شاء الله دائما في قناتكم جوكومنيكتيفي. كان معكم يوسف دلال من خلال هذه القناة دي. صحيح الامتحان الوطني الموحد بكالوريا الدور العادي 2020
خاصة بالنسبة للتلاميذ ذو المسالك الشعب العلمية والتقنية. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، سوف يطرح لكم بعض التمارين وكيفية الإجابة عليها. شكرا لكم على حسن استماعكم ومشاهدتكم للفيديو.